اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، واحنا بنتكلم عن المسيح اللي ما فيش زيه. وصلنا لغايه القبض على الرب يسوع وازاي اوثقوه ومشوا بيه. كان الوقت بعد الساعه 12 بالليل، كل الناس نايمه، لكن رغم كده ما انتظروش للصبح عشان يحاكموه، لكن بداوا محاكمتهم للرب يسوع فورا بعد القبض عليه. اخذوه عند حنان، ما كانش حنان رئيس الكهنه لكنه كان حما رئيس الكهنه. محاكمه المسيح بدايتها غريبة وكل خطواتها كانت في منتهى الغرابة. فعلا هي واحدة من أغرب المحاكمات اللي عدت على التاريخ البشري كله. إزاي؟ اتحاكم الرب يسوع قدام نوعين من المحاكم، محكمة تخص اليهود ومحكمة تخص الرومان، دولتين مختلفين، دولة بتحتل دولة وبيحاكم قدامها المجرم، قدام الدولة دي وقدام الدولة دي. اتعاقب المسيح عقابين، عقاب يخص اليهود وعقاب يخص الرومان. عمل جريمتين، جريمة دينية وجريمة مدنية. في البداية حكموا عليه أنه بيقول أنه هو ابن الله، بيقول أنه هو ابن الإنسان، وفي الثانية قالوا أنه هو عاوز يفسد الشعب وعاوز يقلب الشعب على القيصر ويقول لهم ما تدفعوش الجزية. محاكمات كلها هزلية، لكن في النهاية تم تنفيذ حكم الإعدام بعد ساعات قليلة، بينما القوانين الرومانية بتقول أن المتهم لا يعدم اللي بيحكم عليه إلا بعد 6 شهور. يوحنا بيقول ان الخدام والجند قبضوا على يسوع واوثقوه ومضوا به الى حنان اولا. وعباره اولا دي مهمه جدا، يبدو انه كان في ترتيب لتسلسل الحكم المحاكمات، فكان لازم الرب يسوع يروح في الاول لحنان، وبعدين يروح لقيافه، وبعدين يقف قدام المجمع بتاع الشيوخ. كانوا بيرتبوا القضيه ازاي يتم الحكم فيها بالاعدام، فلغايه ما يرتبوا نفسهم ودوا الرب يسوع لحنان. حنان ده كان حما قيافة، وكان رئيس الكهنة في الفترة دي هو قيافة. حنان كان رئيس كهنة من 6 ل 15 ميلادية. بعد حنان استلم من المنصب ابنه الثاني، ابنه الثالث، ابنه الرابع، بعدين واحد من أحفاده، وبعديهم كلهم جه قيافة زوج بنته علشان يبقى رئيس الكهنة. رغم أن قيافة كان هو رئيس الكهنة الفعلي اللي هو في إيده كل الصلاحيات، لكن يبدو أنه حماه حنان كان هو اللي ماسك زمام الأمور فعلا. علشان كده بعد ما قبض على الرب يسوع أخدوه لحنان. وعيلة حنان كانت عيلة فاسدة، بيقول التلمود اليهودي أنه كان ليهم تجارة في الهيكل وليهم أنصبة وليهم فلوس وليهم معاملات. علشان كده الرب يسوع لما طهر الهيكل من باعة الحمام والصيارفة واللي معاهم حيوانات والتجار، يبدو أن الكلام ده أغضب حنان وانتهز الفرصة علشان يدين الرب يسوع يحكم عليه. حنان سأل الرب يسوع عن حاجتين، سأله أول حاجة عن تلاميذه، وبعدين سأله عن تعليمه. سأله عن تلاميذه علشان يعرف إذا كان في تفاصيل خاصة سرية، هل في تنظيم محتمل، هل ليه أتباع كتار، هل ممكن يأثر المسيح وتلاميذه على تاريخ هذه الأمة. كان مرعوب حنان، لكن الرب يسوع ما قالوش ولا كلمة. ليه الرب يسوع ما ردش على حنان؟ علشان التلاميذ دول محفوظين أمانة عند رب يسوع. في صلاته قبل كام يوم في يوحنا 17 قال إن لم يفقد منهم أحد، اللي عطتهم لي أنا حافظت عليهم، لم يهلك منهم إلا ابن الهلاك اللي هو يهوذا. لكن تاني حاجة سألوا عن تعليمه، والرب يسوع لما تسأل عن تعليمه ما قالوش عن التعليم نفسها، لكن قال له أن أنا كلمت العالم علانية كل حين في المجمع وفي الهيكل، المكان اللي بيتجمع فيه اليهود. أنا ما اتكلمتش بشيء سري أو خاص، أنا كل اللي بقوله كنت بقوله للناس. لو عايز تعرف حاجة روح اسأل الناس، لماذا تسألني أنا؟ راح في الحالة دي واحد من الموظفين عند حنان، راح ضرب الرب يسوع على وشه ولطمه. راح الرب يسوع رد عليه وقال له لو كنت تكلمت ردي فاشهد عن الشيء الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني؟ إذا كنت أنا اتكلمت كلام خطأ اثبت خطأي، اشهد على غلطي، وإذا أنا كنت بقول كلام مظبوط أنت ليه بتضربني؟ ليه بتلطمني؟ كان الرب يسوع واضح جدا في حديثه. حاجات كتير اتسأل فيها ما تكلمش، وحاجات كتير اتسأل فيها ورد بإجابات مقتضبة. كان عايز يوصل رسالة، لما كان بيتسأل عن أنه هو ابن الله ويستحلف كان بيرد، لما كان بيتسأل عن تلاميذه كان ما كانش بيرضى يتكلم عن ولا واحد فيهم، كان بيحافظ عليهم وعايز يوصلهم بسلام لنهاية حياتهم بدون أي أذية. رب يسوع يقدر يعمل كده معاك، رب يسوع يقدر يدافع عنك،
رب يسوع يقدر يقف جنبك لو انت كمان عطيته فرصة انه يكون في صفك. تعالى ما تعملش زي حنان اللي كان عايز يبرر كل غطرسة بيعملها في انه يطلع الرب يسوع متهم. تعالى للرب يسوع، ما تعملش زي الأشرار اللي واقفين في بلاط الحاكم وهم عارفين الرب يسوع شاف مرضاهم وأول موتاهم، لكن مش عايزين يتكلموا في صفه علشان ما يبقوش ضد حنان الشخص المغتصب لرئاسة الكهنة دون وجه حق. محاكمة غريبة، محاكمة كل اللي فيها ظلم وحاجات مش حقيقية، لكن الرب يسوع كان لازم يصلب ويموت ويقوم حسب الكتب. هل تقبل الرب يسوع في حياتك؟ هل تقبل الرب يسوع اللي أهين كل هذه الإهانات ظلما يخش في حياتك ويحولك إلى إنسان آخر؟ أرجو أن ده يحصل في حياتك فعلا. لو عندك أي سؤال اسألنا، اكتب لنا على الإيميل اللي هيظهر دلوقتي على الشاشة، وتابع معنا حلقات البرنامج وإحنا بنتكلم عن الشخص اللي مفيش زيه. إلى اللقاء.